مرحبا بكم ومرحبا بنا في هذه المدينة العزيزة مدينة تاونات. النموذج التنموي باش نكونوا واضحين ماشي سياسات قطاعية أو سياسات حكومية. النموذج التنموي هو عبارة عن تصور استراتيجي لمستقبل البلاد. جا سيدنا الله ينصرو ودشر لنا واحد مشروع نموذجي هنا، نتمنى غير شي لجنة تفتيش تجي ليه باختصار. علاش هذا المشروع هذا من 2010 حتى دابا مازال مشروع سهلة؟ علاش الاستثمار الهضر المال العام بواحد الطريقه ما عرف كي دايره اللي خص لجان تجي لجان التفتيش. ما كناش نهضروا على النموذج التنموي دوج جوج الامور، الاثراء الغير مشروع خصو التجريم وربط المسؤوليه بالمحاسبه والصحه. الصحه كان تم الاخوان رحنا الصحه كنعانيو منها، كتلقى مستوصف ساكنه عندها 12000 حتى 14000 كاينه في رمليه وحده، ملي كتشقى عندها الدواء ما كاينش. هما الاخوان كلهم راهم كاينين، الادويه ما كايناش، تمشي عند فرميه اي دواء، غير ابسط حاجه الدواء ديال السكر يعني هذا مرض مزمن او ديال الطونسيون او غير ذلك راه ما تلقاهش. كنقول جهه فاس مكناس كلها يمكن يكون عندها متنفس. هذا الطريق الوطني رقم 8 في اطار البنيه التحتيه ونفتحوا على البحر الابيض المتوسط ونلقاو راسنا في الشبعه من هنا من تاونات 120 كيلومتر. أن للتنمية بالإقليم مدخلان أساسيا، وهو ربط الإنسان بالإقليمه وجعله جاذبا للاستثمار. حتى المسؤولين ديالنا الذين يديرون شأننا بالإقليم يديرون إقليمنا عن بعد. أو نموذج تنموي خصو يبدا لنا من طفولة. تاونات تفتقد لفضاءات للطفولة، فضاءات لمأسسة الوقت الحر. خصكم تعرفوا بان اقليم تاونات فيه 49 جامعه زائد مجلس اقليمي. ملي كنمشيو للماليه ديال هاد الجامعات كنلقاو بان الماليه ديال الجامعات او مساعده الدوله للجامعات بالشق المالي ديالها ضعيفه جدا، والجامعه هي اللي كنعتبر انا بالمنظور ديالي هي مفتاح التنميه في البلاد، لان الجامعه هي اللي قريبه من المواطن. احنا هذا الاختيار المنهجي مسؤوليه لانه نريد ان تكون حريه وشفافيه في اخذ الكلمه على مستوى المعطيات الترابيه، انه تلتقط نبض المجالات الترابيه هي اللي فيها المعطيات بامكانها تغني مخرجات اللجنه. راه كان ممكن يجيب وحدين يجتمعوا ويقول لك هادشي راه عارفين تاونات، راه عارفين بوجدر، راه عارفين حسيمه، راه عارفين. ماشي هذا هو الجوهر ديال العمل، هو انه المواطن المغربي كل يوم يحس بانه جزء من إنتاج هذه القيمة المضافة اللي هي قدرتنا في هذا الوطن على أخذ زمام المبادرة في الإرادة الإصلاحية. مرة أخرى كنشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة وعلى قدرتكم على التشارك معنا.